وسيلة إعلامية جديدة اسمها مباشر قطر. مباشر قطر فتحة قطر. قالوا شوية معلومات امبارح مهمة للغاية. المعلومات اللي قالوها انه في ترتيبات لإقصاء أو الانقلاب على تميمة، واللي بيقود هذا التحرك، ده الكلام ده ليهم مش بتاعي، لكن أنا بنقله عنهم، حمد بن جاسم العراب الأخطر واللي ورا كل الكوارث اللي بتحصل في المنطقة العربية. حمد بن جاسم بيقوم بهذا الأمر، وأنه التقى قيادة أحد الأمراء قبل عدة فترة مؤخرا في إيطاليا لبحث ترتيبات كيف يتم نقل السلطة في قطر، وتنقل السلطة من من قصر الوجبة. قصر الوجبة ده مقر إقامة تميم ووالدته، وإنه حمد بن جاسم أجرى لقاءات سرية خلال الفترة الماضية هدفها الإطاحة بنظام تميم، وانه كان كتب، وكنا عرضنا ده واحنا في رمضان لما كنا بنشتغل مع حضراتكم ساعه، كتب رساله موجهه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانه هذه الرساله هدفها انه محاوله رأب الصدع ما بين المملكه وقطر، وطبعا هناك رفض الا مع اقصاء هذا النظام واسقاط هذا النظام، وانه طبقا لي أيضا أنه بيقوم أيضا بإجراء هذه اللقاءات أخرى في أماكن أخرى مع دول قريبة من قطر ولها مصلحة في إسقاط نظام تميم، وأنه يتم الترتيب لنقل السلطة أو الانقلاب بمعنى الأصح، وإنه أحد أبناء شقيق أو شقيق تميم هو اللي بيتم إجراء ترتيبات له، يبقى يتم فيه ترتيبات في البيت القطري لتميم يترك السلطة، ربما يذهب لإقامة في إيران، ربما يذهب لإقامة في إيران وفتح ومنح لجوء سياسي في إيران، يقوم بهذه الأمور بالكامل حمد بن جاسم بن جبر. إنه التقى كمان شخصيات كبيرة وبارزة تتحرك لتجهيزها للحراك القادم في قصر الوجبة، قصر الوجبة اللي هو قصر الحكم، وإنهم بصدد خلال الفترة القادمة إعداد هذا البيان أو هذه البيانات اللي تستهدف اللي يتم من خلالها نقل السلطة أو الانقلاب على النظام القطري الحاكم، وإنه هذه الخطوات بتتم مع العديد من الأنظمة والتي تساعد حمد بن جاسم على هذه الإجراءات، وإنه حمد بن جاسم هو زي ما بقول لحضراتكم مهندس كل هذه الترتيبات اللي هتتم في قطر في الفترة القادمة، وبصدد الإعلان الرسمي من خلال بيان هيتم الإعلان الرسمي عنه.